السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نينجا العرب من قناة جيمز كومبني. الجديد النهاردة يا جماعة هنلعب لعبة التحقيقات امونج اس. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو تشتركوا القناة ومش مشتركين وتضغطوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والله نبدأ لعبة امونج اس، لعبة التحقيقات دي، يلا بينا. ماشي يا جماعة ودخلنا. ماشي يا جماعة، احنا طبعا يا رب انا اكون القاتل. لا انا المحقق. ماشي هنشوف يا جماعة مين القاتل، هل سباي ام لا. يا جماعة سباي ده هو يوتيوبر اصلا بيصور، مش عارف هو ليه واقف اصلا، التصوير عنده بايظ ولا ايه؟ مش عارف يا جدعان، سكاي تحس ان هو القاتل، مش عارف ايه. على فكرة ممكن يقتل حد كده و... سكاي اهو يا جدعان، انا هروح بس لو جه تاني. اوه خلي بالي لو جه تاني. ماشي يا جدعان نخش كده. على فكره يا جدعان ممكن حد يتقتل في الدوشه دي. في حد بلغ؟ مين اللي بلغ ده بقى؟ ده سباي بيقول اللي هو البرتقالي. البرتقالي يا جماعة لو مش هو بيقول يا جماعة البرتقالي، بس لو مش البرتقالي يبقى هو السباي. ادينا هنشوف اهو. ما انا بقول برضو لو مش برتقالي يبقى سباي اكيد. ماشي نقول كده البرتقالي، لو يا جماعة مش البرتقالي هيبقى سباي انا متأكد. ماشي يا جماعة انا اخترت البرتقالي، هنشوف اهو. ماشي ايوه نشوف مين اخترنا يا جماعة. البرتقالي لو مش هو يا جماعة يبقى سباي. مش هو يا جدعان، مش هو يبقى سباي، انا متأكد ان هو سباي. ماشي استنى كده ندوس بقى كده على البتاع. ماشي 6 5 4 3 2 1 ندوس يا جماعة واقول سباي. ماشي انا هقول سباي يا جدعان، انا هقول سباي. الذكاء ده سباي بيقول له انا يا جدعان. ما طلعش البرتقالي، هيكون مين يعني؟ اكيد سباي اكيد. بيقول عليا سباي، بيقول عليا انا. ماشي انا هقول سباي يا جدعان. على فكره ما حدش هيختارني، هو السباي بيقول ان انا القاتل، لكن مش انا فعلا القاتل، لان سباي اصلا قال الاورنج والاورنج مطلعش هو، يبقى هيكون مين يعني؟ ماشي كله اختار سباي، سباي اختارني. ما مش كله يعني، في واحد بس هو اللي اختار سباي. ماشي يا رب يكون هو. وات ايه ده، سباي مش هو القاتل ازاي؟ والله العظيم يا جدعان مش هو القاتل كده، ممكن يشكوا فيا انا عشان انا قلت سباي. يا الله، طب ما برضه سباي كان بيقول عليا انا. هو ليه ده واقف ده؟ الواحد شاك فيه شويه. ايه ده؟ آه
ماشي يا جدعان، دخلنا جيم تاني ماشي، وسباي معانا تاني، بس مش عارف هو برضو سباي ولا لا، بس تقريبا لا عشان يعني لبس مش تقريبا مش هو اصلا ماشي، ما هو ولا مش هو، المهم ان احنا نحقق ونعرف مين القاتل يا جدعان. بس بصراحه سباي صعب عليا اول ما طلع، ما طلعش هو والله. انا اصلا بتفرج على فيديوهاته وبيقول دايما هعمل نفسي، يعني فاهمين قصدي، هعمل نفسي يعني هخليهم يشكوا في حد تاني وانا القاتل، هو دايما بيقول كده. اوه في حد مات، في حد مات، في حد مات. ثانيه، البرتقاني 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 البست. وات وات، والله بلغت، والله بلغت يا جدعان، والله بلغت. ازاي قتل قتل ده؟ ده صاحبه. والله كنت هبلغ، والله كنت هبلغ يا جدعان. يا الله، هم اكيد عرفوه، هم اكيد عرفوه، انا متاكد. هو الاورنج هو البرتقاني. يا الله الحظ ده، اصل انا بلعب يا جدعان يا اما اتنين يا اما اتنين محققين يا اما اتنين قتله، فانا بلعب اتنين قتله، فعشان كده صاحبه اكيد قتلني، فاهمين قصدي. ما لحقت، انا كنت جاي خلاص هبلغ، والله العظيم كنت هبلغ، بس هو ابن الذين لحق. يلا مش مشكله، لا يا جدعان البرتقاني، البرتقاني هو يا جدعان، انتوا بتقولوا غلط، انا الوحيد اللي كنت واقف يا جدعان، فمش هيعرفوا، بس ان شاء الله هيخرجوا واحنا اللي هنكسب. مش الاصفر ده، ايه ده ولا صانع؟ هو يا جدعان البرتقاني، انا مش عارف كان صاحبه كان تقريبا البني ولا مش فاكر مين، بس هو البرتقاني. شفت البرتقاني، شفته هو بيقتلنا يا جدعان. بيقول له لا تعجز دونت بي لير. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ماشي. البرتقاني يا جدعان، فعلا البرتقاني صباي عمل البني، يعني اللي هو عمل على البرتقاني. مش ده يا جدعان، استنى كده، مش هو يا جدعان البرتقاني، انا قلت لكم البرتقاني. يا لهو عزك، تعالوا نخرج ولا نلعب جيم تاني، بس عندي فضول برضو اعرف مين اللي هيخسر، مين اللي هيخسر يا جدعان. هما مع، انا قلت، انا مش انا قلت. ماشي دخلنا في جيم يا جدعان، كان نفسي يا جدعان انا اللي ابقى القاتل بسرعه. حسن ايه اللي موقفه هنا يا جدعان؟ انا شاكك في الواد ده، انا هوقف على الكاميرا كده عشان لو حد مثلا بيراقب او كده يعرف مين على طول. اوه 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 يا جدعان، اوه يا جدعان، شفتوا 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 البلو 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 يا جدعان، قتلوا البلو يا جدعان، البلو بلو يا جدعان، والله شفته 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 يا جدعان، بلغوا على البلو يا جدعان، بلغوا على البلو. ايوه 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 والله هو. يا رب يا رب، بس ما حدش يطلعني انا في الاخر اخسر، بس بلو انا شفته بعيني. ايوه صح كده صح كده صح كده، الله ايوه كده، اما حد يسمع كلامي. هو يا جدعان مش انا قلت لكم، انا شفته هو بيقتله. يا لو ده انا كنت كان بيجري ورايا، خايف لا تقتل انا كمان، وكمان هو اكيد مع صاحبه، فاضل واحد تاني كده ماشي. الواد ده هنا واقف بيعمل ايه برضه؟ انا شك في ناس كتير قوي. الاخضر بيقول مين؟ مين يقدر؟ هو هيقول دلوقتي.
فين ده؟ فين؟ وانا مش عارف، مش عارف مين يا جدعان، مش عارف مين. انا ما عملتش اصلا، انا مش عارف مين اصلا. يا رب يطلع هو. يا الله يا جدعان، ابقوا شوفوا ركزوا مين فعلا قبل ما تلعبوا. ما حدش يلعب اي حاجه. اكيد دلوقتي محدش هيشك فيا خالص، لان انا جبت لهم واحد صح. قلت لهم من مش فاكر مين، الازرق قصدي، الازرق كان هو فعلا القاتل. و اكيد محدش هيشك فيا خالص. حسن مش القاتل ولا ايه؟ هو في كاميرا هنا اصلا. جامايكا على حسن، ده احمر وده احمر وده برتقالي. هركز برضو في اللبس عشان نعرف مين. انت عامل كنت دي على دي، مش على دي كده، على دي كده ماشي. هو الاخضر لا برضو، لان لو الاخضر كان يقتلني، بس هو ما تهمنيش اصلا. ماشي، البني ضغط، هنقول كده هو، عشان انا معرفش مين بصراحة. طب حد يقول يعني ايه ده؟ لا لا لا، نو 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 نو، مي يا جدعان، يا جدعان نو مي، والله نو مي يا جدعان. ايه ده؟ ازاي ده بيقولوا عليا انا؟ مش انا اصلا الجي سي، اذا كان انا اللي قايل على القاتل. ناس اغبية. ايه ده؟ يا غبي، ما انا كنت معاك وما قتلتكش. والله يا جدعان بنقابل شوية ناس متخلفة في الوقت. يعني هو جامايكا بيعمل ايه؟ انا حاسس ان هو جامايكا يا جدعان، مش عارف. خلينا انا كده ومحمد بي ار كده. انا شاكك في جامايكا، شاكك. مايكا ولا ايه؟ مايكا ولا ايه؟ يا مايكا ولا ايه؟ ماشي، ده واقف في مكانه، ما تنيش بقى ايه ده؟ اه افتكرت بقى تاني. يا جدعان اي سينك جامايكا، اي سينك جامايكا، اي سينك اوران. اي سينك اورانج يا جدعان. انا حاسس ان هو البرتقالي، مش عارف ليه. تعادل. حسن شاكك فيا، بصوا الغباء يا جدعان. يا ابني ده كان انا اللي قايل على اللي قتل، على مفيش مخ في اللعبه دي خالص كده. هم عايزين يطلعوني رخامه ولا هم اغبياء بجد ولا بيستغبوا؟ مش فاهم انا. معلش يا جدعان، انا يعني انا بس بتعصب، ما بحبش الغباء. جدعان انا واقف انا ومحمد بي ار، محمد بي ار مش القاتل انا متاكد. ماشي، انا حاسس ان هو جامايكا، ده جامايكا على حسن كده. حسن ما بيتكلمش خالص، بس مش عارف، حاسس ان هو البرتقاني ده جامايكا، لان انا كنت مع محمد بي ار ده ومحصلش حاجه، ما تنيش يعني. ماشي، انا اعتقد فعلا ان هو جامايكا ده. بصوا، خش هنا كده يا جدعان، بصوا دخل ورايا ازاي، يعني كان عاوز يدخل. يا جدعان البرتقاني، انا حاسس ان هو البرتقاني 100%. يلا، انا بس خايف لما اعمل حد يطلعني انا، فاهمين قصدي؟ هو يا جدعان لو واحد قتلنا احنا هنقف كده يعني؟ ايوه، خلينا واقفين كده. لو
لو حد قتل حد قدام حد خلاص يبقى هو خسر. فاهمين قصدي؟ لو حد قتل حد قدام حد خلاص هو اتكشف. يا جدعان جامايكا، انا اسمه جامايكا، كان هيقتلني على فكره، كان هيقتلني يا جدعان. انا هقول جامايكا البتاع مش شديد يدوس. اوه هيقتلني يا جدعان، هيقتلني هيقتلني هيقتلني، كان هيقتلني بجد. يعني لو شفته يا جدعان كان هيقتلني. اوه جامايكا يا جدعان، اورنج 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 يا جدعان اورنج، انا متاكد والله تقريبا هو، انا حاسس كده. الواد بيقول له براون، طب انا هدوس على البراون بس انا يا جدعان ايه اللخبطه دي، انا كنت بقول الاورنج دلوقتي ليه قلت حد تاني؟ يا الله ايه الذكاء ده، استغفر الله انا. لو اتقتلت خلاص هكسب المفروض يعني. هو ما قتلنيش عشان لو عارف قتلني خلاص هو خسر، ما ينفعش يقتلني، مقفول عليه كده. مش راضي يدوس، مش راضي يدوس، مش عارف ليه. يا جدعان الاورنج مات، هو الاسود يا جدعان، هو الاسود. انا والبني كنا واقفين 100 مره مع بعض ما قفلنيش، هو الاسود. يا رب يا رب يكون صح. يا لهوي لو محمد، بصراحه لو محمد بيقر يبقى ذكي بصراحه. هو الاسود، هو الاسود، هو هو يا جدعان الاسود. يا لهوي ايه الحظ ده، يا لهوي كسبنا يا جدعان. ماشي يا جدعان، وكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك. لو الفيديو عجبكم يا ريت توصلوه اكبر عدد من اللايكات. ماشي، وان شاء الله هاكلكم في السلسله. ماشي وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.